your job. مرحبا بكم في فيديو جديد، معكم أخوكم خالد، واليوم سوف أعطيكم بعض أنواع الأحذية الجديدة لسنة 2020، وأنا سوف أريكم 10 أنواع من الأحذية، وطبعا سوف أعطي رأيي فيها وهل أعجبتني أم لم تعجبني وهل تستحق الشراء أم لا، وطبعا كل شيء سوف يكون على حسب رأيي الشخصي. وكذلك إذا كان هناك حذاء آخر جميل وجديد ولم أذكره في هذا الفيديو أترك لنا اسمه في تعليق. وأيضا قبل أن نبدأ أرجو منكم الاشتراك في قناتي الثانية ومشاهدة أحد الفيديوهات، وأنا أعدك أنك سوف تستمتع بمشاهدتها. ربما يمكنك أن تشاهد فيديو غزوة أحد وما هو سبب هزيمة المسلمين في تلك المعركة مع قريش، أو غزوة بدر وكيف استطاع 300 من المسلمين هزيمة جيش قريش المتكون من 1000 رجل، أو معركة نهر تريبيا وكيف استطاع حنبعل تدمير الجيش الروماني بأكمله بجيش أصغر بكثير، وطبعا المزيد من الفيديوهات في المستقبل. فرجاء لا تبخل بالاشتراك ومشاهدة أحد الفيديوهات. وكذلك يمكنك أن تتابعني على حساب الانستغرام وتنضم إلى جروب الفيسبوك، وجميع الروابط سوف تكون موجودة في صندوق الوصف. والآن فلنبدأ بالحذاء رقم 1، وهو النايك أندركوفر رياكت بريستو. وهذا الحذاء من نايك تم دمجه مع تقنيات الرياكت والأندركوفر وحذاء البريستو الشهير، حيث أن القماش العلوي للحذاء مشابه للنايك بريستو بشكل كبير، والذي كان من الأحذية المفضلة عندي وكنت أمتلك واحد أسود. وهذا الحذاء سيكون كبير بعض الشيء، حيث أن الجزء السفلي للحذاء سميك ومرتفع بعض الشيء، وأكثر شيء لا أحبه فيه هو تلك النقاط الصغيرة الموجودة على الحذاء، حيث أعتقد أنه إذا كان من دونها سوف يكون أجمل بكثير. وأنا شخصيا لا يعجبني هذا الحذاء ولا أعتقد أنني قد أرتديه، ولكن إذا أعجبك وتريد الحصول على واحد فأنا أعتقد أن اللون الأبيض هو أحسن لون في هذا الحذاء وأكثرهم إمكانيات للتنسيق، وطبعا أحب أن أستمع إلى أرائكم أنتم في هذا الحذاء. رقم 2، الأير جوردن 4 بلاك كات. وطبعا الأير جوردن 4 هو حذاء قديم تم إصداره في سنة 1989، ولكن هنالك إصدار جديد هذه السنة وهو إصدار البلاك كات، أي القط الأسود. وطبعا إذا كنت متابع قديم للقناة فأنت حتما تعرف أني لا أحب أحذية الجوردنز أبدا، فأنا أعتقد أنها كبيرة الحجم كثيرا ولا تكون جميلة جدا مع الملابس لأنها هاي توب ومنتفخة كثيرا. والأير جوردن 4 بلاك كات أيضا لا يعجبني، ولكنه أفضل من الكثير من أحذية الجوردنز الأخرى. وإذا كنت من محبي هذه الأحذية فلا تهتم أبدا بكلامي واستمر بارتداء ما تحب، أنا هنا فقط لإعطاء رأيي. رقم 3، الأديداس فارل ويليامز 4D رانر. وهذا الحذاء هو تعاون بين أديداس وفارل ويليامز، ومتوفر في لونين فقط، الأخضر والبنفسجي، وهو يشبه إلى حد ما الأديداس فيوتشر كرافت 4D، خاصة في الجزء السفلي للحذاء، وهو أيضا حذاء هاي توب. وأعتقد أن تصميم هذا الحذاء جميل ولكن الألوان سيئة، فإذا أردت حذاء يشبه هذا بعض الشيء ولكن جميل فالأديداس ألترا بوست أول ترين سيكون رائع، أو كذلك الأديداس فيوتشر كرافت 4D، أو هذا الحذاء الذي أمتلكه أنا وهو يشبههم إلى حد ما، ولكن ثمنه رخيص مقارنة بهذه الأحذية، وسأضع رابطه في الأسفل. ولكن حتما يجب أن تنتظر حتى تنتهي مشكلة فيروس الكورونا، لأن هذا الحذاء سوف يأتيك من الصين. رقم 4، النيو بالانس روني فيج 1700 كولورست. وهذا حتما اسم طويل بعض الشيء، وهذا الحذاء من نيو بالانس حتما ليس للجميع، فهو يحتوي على الكثير من الألوان مما يجعل تنسيق هذا الحذاء أمر شبه مستحيل في الحقيقة، حيث أعتقد أن الطريقة الوحيدة كي يكون هذا التنسيق جميل هو ارتداؤه مع تنسيق أسود بالكامل، وربما سروال جينز أسود وهودي سوداء، لأنك إذا أضفت أي لون آخر فسوف تصبح هناك الكثير والكثير من الألوان. لذا أنا أعتقد أن هذا الحذاء لا يستحق الشراء إلا إذا كنت تمتلك الكثير والكثير من الأحذية وتريد شيء ترتديه مرة في السنة ربما. رقم 5، النايك آل دي وفل ساكاي. ولا أعلم ما السبب، ولكن الأحذية في كل سنة تصبح أكثر غرابة، ما الذي تحاولون صنعه يا إخوان؟ حسب رأيي المتواضع
لو كان هذا الحذاء من دون هذا الجزء البارز من الخلف وليس مرتفع لهذه الدرجة فسيكون جميل، ولكنه هكذا يشبه السفينة. وأيضا الجزء العلوي لهذا الحذاء شفاف بعض الشيء، ويمكنك رؤية لون الجلد أو الجوارب من الحذاء. وأيضا أعتقد أن هذا الحذاء لا يستحق الشراء، فأنا شخص بسيط أحب البساطة والجدية، فلا تغضبوا علي إن كنتم تخالفونني الرأي. رقم 6، النايك جوي رايد ران فلاينت. وأخيرا شيء مقبول ويمكن ارتداؤه، وهذه التقنية أعتقد أنها جديدة، فأنا لم أرى مثلها من قبل. فطبعا كلنا نعرف تقنية الأير الشهيرة، وفي هذا الحذاء تم ملء الجزء الخلفي بكريات صغيرة جدا كما ترون، وهذا حتما سوف يجعل الحذاء مريح جدا، وحتما سيكون حذاء جذاب وفريد أيضا، والجميع سوف يتساءلون عنه إذا رأوه أمامهم، فهو حتما ملفت للإنظار، وأنا شخصيا أعتقد أنه مقبول ويمكن ارتداؤه. رقم 7، الهوكا 11 كاربون اكس. وصراحة هذه أول مرة أسمع بشركة هوكا، لذا إذا كنت تعرف بعض المعلومات عنها عرفنا بها قليلا. وهذا الحذاء جميل وليس سيء، وهو حتما حذاء للرياضة فقط وليس للملابس الكاجوال، وأعتقد أنه كان يمكن أن يكون أحسن من دون كلمة هوكا الكبيرة على الحذاء، أو لو كانت أصغر بعض الشيء. رقم 8، البروكس رانين غوست 12. وهذا الحذاء أيضا هو حذاء للرياضة فقط، الكارديو والجيم، وليس للملابس اليومية. ورغم أن أحذية نايك وأديداس الرياضية جميلة، ولكن أحيانا هذه الأحذية الرياضية المقبولة المظهر قد تكون أحسن بكثير وأريح على الأقدام عند ممارسة الرياضة، فحتما في بعض الأحيان يجب أن تتخلى عن المظهر وتبحث عن أداء الحذاء في المهام المطلوبة. رقم 9، النيو بالانس فيول سيل أربل. وهذا أيضا حذاء رياضي، لكن يمكن ارتدائه مع الملابس الكاجوال أفضل من الأحذية الرياضية السابقة، وأنا شخصيا لم أمتلك من قبل أي حذاء من نيو بالانس. وبالنسبة لهذا الحذاء فأنا أعتقد أن الأبيض هو أحسن الألوان. رقم 10، النايك أير ماكس 90 فولت. وطبعا الأير ماكس 90 حذاء كلاسيكي ومن أشهر أحذية نايك على مر التاريخ، وعاد هذه المرة بلمسات أخرى على الألوان، حيث أضيف إليه هذا اللون الأخضر. ومثل أحذية الجوردنز فأنا لا أحب أحذية الأير ماكس، ولم أرتديها حينما كانت بسيطة، وطبعا لن أرتديها بهذا اللون. وكما قلت هذا مجرد رأيي الشخصي، وأود أن أسمع آراءكم أنتم في التعليقات. والآن إليكم بعض ستايلات للمتابعين.
وهكذا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تبخلوا علي بلايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة، وإن شاء الله ملتقانا في الفيديو القادم.